عندي سؤال يمكن بس ملح، يعني لو الأسرة فيها فعلا كده والأب والأم بيصلوا وياخدوا ابنهم لبر الأمان، لكن المشكلة الأكبر لو الأسرة مش هنا، يعني مش حاسة بابنها أو بنتها، أو الطفل ده أو المراهق عنده مشكلة نفسية أو عاطفية عملت معاه المشكلة دي، الحل في مين هيقدر يساعده؟ طيب إذا كان الأب والأم هما مش واخدين بالهم، مين هياخده يوديه ده طفل لفين؟ راح. بالظبط كده، لازم ده رقم واحد. الأب والأم هما دي مسؤوليتهم أمام الله، نعم ايوه إنه لما تعمد الولد ده خده مسؤولية. مش بنسميه الإشبين؟ والإشبين دي كلمة كده وبس؟ لا، الإشبين دي كلمة مهمة جدا، إنه حنراعي أولادنا ونكبرهم في المسيح ومسؤولين أمام الله. طيب أنت بتحطي حتة صعبة جدا. افترض، يعني ده افتراض المفروض ما يكونش موجود، انه الاب والام مش واخدين بالهم، مش في اباء مع الاسف طيب ما بيرعوش ولاده. خلاص، يبقى الولد ده ضحية لهذا الاهمال، او البنت، وبالتالي اللي كانوا مفروض يرعوه هم بعاد منهم. اتمنى لو في حد يعرف، الجيران او يعني يتكلموا معهم، ويتكلموا مع الكنيسة. يا ريت الكنيسة يعني، يا أبونا معلش في حالة كده، يمكن الأب والأم مش واخدين بالهم، مش عارفين، مش فاهمين، هل ممكن نساعد في الحالة دي ولا لا؟ مهم بس أوي. أبونا مش هيأثر يعني. لا أكيد. اهتمامنا برضو بالآخر ده لازم طبعا. مهم. لازم احنا نفتقد الافتقاد، نحاول ان احنا نوصل للحالة دي، والكنيسة توصل للحالة دي كمان، إمكانياتها أكبر. أمين أمين أمين.